بنت نور مثل عبده لا عبده وكفى تشوميلا شوميلا شوميلا يا الشيخ عبد العزيز بن حمد انا احمد الثاني والغرافة مع المركز الاول وهالي عين خالد الله لفتة 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 تنتزع الشوط المفتوح للحقائق البكار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد انا احمد الثاني مع محمد بن مبارك بن سعيد النابت اذن الشوط المفتوح مع لفته مع شعار سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد انا احمد الثاني وسلام للفته سلام سلام لهذا الشعار المميز سلام لفته يا لفته يا لفته لفته يا لفته تنتزع رئيسي الحقائق البكار تهانينا والناموس لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد انا احمد الثاني التهاني وصول المضمر محمد بن مبارك النابت المركز الشعار الخطير والله خطير هذا القعود ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على الدرع وعلى انطلاقة الدرع بدون أي أوامر المدهوشي اللي يتابعنا على الهواء مباشرة Good morning للمدهش Good morning صباح الناموس يا سالم يا بن عامر يا المدهوشي يا أبو عامر Good morning صباح الناموس أولا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني اللي تابعنا على الهواء مباشرة نقول good morning لسعادتك على فوز الدرع بالشوط الرئيسي الأول صباح الناموس بدون أي أوامر بدون أي إزعاج تهانينا لسعادتك على هذا الفوز فوز الدرع بالمركز الأول الذيبة 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 لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني حمد بن محمد بن جرحة بالتضمير وسلام يا الذيبة سلام شوط الانتاج شوط الانتاج مع الذيبة مع الذيبة ما ذاقت الهزيمة أبدا في هذا الموسم سلام لإنتاج سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني وللمضمر حمد بن محمد بن جرحة بشكرك يا الداب على هذه المواصيل على المحافظة على مستوى الذيبة وسلام يا الذيبة سلام شوطنا الرئيسي شوط الإنتاج مع الذيبة مع إنتاج سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني وسلام يا الذيبة سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق المركز الثاني المركز الثاني وسط حلال الوحش قلت لكم راسد خطير الوحش خطير الوحش 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 يا سلام راسد يا راسد على المركز الاول راسد ام الزبار راسد ام الزبار الشهم قادم الشهم قادم يا بن صرير ايها الوحش اهرب ايها الوحش يا سلام اللحظات الاخيرة اهرب يا راصد يا راصد يا راصد يا راصد اللحظات الاخيرة اللحظات الحاسمة فاز راصد تهانينا والناموس لهجنا ام الزبار تهنئة خاصة على الهواء مباشرة لهذه سير بخطى ثابتة نحو الناموس والانتصار بدون أوامر وبدون تحريكات جناح على الصدارة تبحث عن الإنجاز وعن الناموس الصباحي بأداء ولا أروع بدون أوامر وبدون تحريكات الشعار الأدعم ينطلق مع القيادة والريادة هجر مزبار على المركز الثاني مع حظوظ ولكن جناح ما زالت صامدة مع القيادة والريادة والشبل جابر بن سالم بن فار المري جناح حظوظ ولكن جناح تحقق هذا الانتصار تهانينا
والف مبروك لاجل الشحانيه والى الشبل جابر بسالم بن فاران المري على فوز حظوع على فوز جناح وتحقيق الانجاز. يا سلام عليك يا ابو راشد بتقديمك الرائع مع هذا الشعار نار على علم الشعار الغرفاوي، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على هذا الاداء، يبحث عن التوقيت او هنا باداء وتميز وانطلاق بالشعار الغرفاوي، ما شاء الله تبارك الله على هذا المستوى وتقديم رائع واداء متميز مع مقدار في مقدمة الشوط يقدم عروضه الممتازة. سلام وتحية الى الغرافة مباشرة وإلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وأنجاله الكرام، سلام وتحية واحترام ومشكور للجنرال سعيد بن راشد الزعبي، سلام وتحية مع هذا الأداء وساعة وصول مقدار إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لهجن الغرافة المركز الثاني، وصلنا هنا قايد محمد بن صرير يقدم لنا دمعة مع البداية، ثاني الأسماء مرزة مع ثاني المراكز، هجن من زبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، ولكن أعود مع الصدارة أعود مع دمعة دمعة مع الفوز ومع الانتصار بشعار هجن من زبار. مبارك بن محمد بن صرير يتابع لنا دمعة مع أول الأسماء وأول الشعارات، مرزة تحاول اللحظات الأخيرة، هجن الغرافة قادمة، ولكن أعود مع دمعة 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 وأيضا متاهة، ولكن دمعة دمعة متاهة دمعة 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 مع الفوز مع الانتصار، تهانينا وناموس لهجن من زبار على فوز دمعة، ونهني مبارك بن محمد بن صرير المري ثاني الأسماء وصل. راشد بن بطي بن محمد الزعبي جاوز في هذه اللحظات، ومن هناك نشاهد ايضا القدوم بن خفاق من هجن شحانيه مع المشاغب ثلاثيه المقدمه في الامتار الذهبيه، نتابع هذا المسار والتحدي الجميل مع جارح جارح الفوز والانتصار، المحاولات من خفاق على المركز الثاني وفي المركز الثالث منعش المركز الرابع، تابع ارصد القدوم ابيض القادم من هجن شحانيه، وصل البرنس جار الله بن محمد بن عقيل رباعية المقدمة، الله 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 اللحظات الأخيرة مشهد والأجمل على قناة الريان، نتابع اللحظات الأخيرة أبيض 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 أبيض، هجن الشحانية تسيطر مع هذه الانطلاقة في اللحظات الأخيرة، ما شاء الله تبارك الرحمن، تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية. منافسة قوية، يا سلام الله على هذا التحدي، شقرة عصاها في بطانها بدون اي تعليمات تذكر عليها، يا سلام يا شقرة بقيادة البرنس بقيادة البرنس، يا سلام بدون اي تعليمات بدون اي تعليمات تذكر على شقرة بهذا الشعار الادعم، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، تقوم راس وتنتهي راس، ما شاء الله على هذا الاداء وتحدي هجر الشحانية ومع البرنس جار الله بن عقيل المري، شوفوا عصاها شوفوا عصاها مثبتة، سلام وتحية يا البرنس، سلام وتحية واحترام مع شقرة قدمنا أبيض، وها هي شقرة تعود لنا أيضا بنفس السيناريو، تهانينا والناموس لهجر الشحانية، والتهنية خاصة للبرنس جار الله بن عقيل المري بدون أي تعليمات تذكر عليها المركز. متابعة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، ولكن صبا على المركز الثالث بالشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ثلاثية مميزة، الله 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 على هذا الأداء المميز والجميل، هجن الشحانية الشعار الأدعم مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يقدم لنا صبا بريعان شبابها تقدم هذا العرض الجميل، نهني هجن الشحانية بفوز صبا بأدائها المميز، بسم الله ما شاء الله على صبا التي حققت هذا الإنجاز، التوقيت الزمني يتحطم مع صبا، تهانينا والناموس. يا
يا سلام، تابع هذا الأداء المميز والجميل مع انطلاقة بهرجة القائدة للتحديات المميزة والجميلة مع البداية مع صدارة هذا الشوط. الجرم الزبار تحكم القبضة على ناموس هذا الشوط من خلال تواجد بهرجة مع البداية مع صدارة هذا الشوط. المحنك عبد الله بن سلامة من يتابع انطلاقة بهرجة مع البداية مع صدارة هذا الشوط. طارت بهرجة بناموس هذا الشوط. سلام هجرم الزبار، سلام للشاب المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري مشكور يا ابو علي على ايضا تقديم بهرجة في ناموس هذا الشوط. سلام لهجرم الزبار، سلام على هذا الاداء المميز والجميل، تهانينا والناموس، تهانينا ايضا لمن قاد بهرجة عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. البداية ثاني الأسماء دالوب هجر المرخية عوض من سعيد بن هدوب الوهيبي ثالث المراكز هايب هجر المزبار مبارك بن محمد بن صرير يقدم لنا هايب ونعود مع الصدارة مع صايب ودالوب هجر المرخية وهجر المزبار. اللحظات الأخيرة دالوب وصايب الله دلوب هجن المرخية تتقدم مع البداية مع أول الأسماء مع دلوب. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا والناموس لهجن المرخية على فوز دلوب ولحظة وصوله إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن المرخية ونهني عوض من سعيد بن هدوب الوهيبي من قدم لنا دلوب. تهاني الأسماء اللي تغرد خارج السرب منطلقه بالمركز الاول بمركز القمه بمركز الشموخ. هنا مشاهدين الاعزاء غادرت مشاهدين الكرام لوحه الـ300 متر الاخيره متجه الى خط النهايه باجمل تحدي واجمل صوره في منافسات هذا الشوط. ازعاج من هجري ام الزبار الوحش اللي قدم ازعاج مبارك بن محمد بن صغير يقدم هذه الانطلاقه باجمل صوره مع ازعاج حضور مشرف لهذا الشعار. تهانينا لهجر ام الزبار، التهنيه من هذه اللحظات لمبارك بن محمد بن صرير عليها الرقم واحد وهي الرقم واحد. تهانينا والناموس لحظه الوصول الى خط النهايه محقق الفوز محقق الانتصار. تهانينا لهجر ام الزبار مشكور يا بن صرير مبارك بن محمد بن صرير المري اللي قدم. من يتابع بن صهير يراقب ايضا التحديات المميزه والجميله من خلال ايضا تواجد هناك مذهل، ولكن شوف التغيير مدلل غير وبدا يسير بتحدياته المميزه والجميله بهجر مزبار مبارك بن محمد بن صهير الوحش من يقدم لنا انطلاقه مدلل. الله يا سلام، طار مدلل مع الامتار الاخيره مع الامتار المجنونه بينما يتابع القدوم الحماسي هجر مزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، ولكن مدلل مع الناموس والانتصار. سلام هجر ام الزبار، سلام للوحش مبارك بن محمد بن صهير من يتابع مدلل. سلمت يمينك على هذا الاداء المميز والجميل العرض الرائع. المركز الثاني يصل هنا حماسي هجر ام شهواني. الله يا غنايم مع المقدمة، غنايم مع الصدارة، هجن ام الزبار مبارك بن محمد بن صرير العنود تحاول اللحظات الأخيرة بشعار هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني. غنايم مع الصدارة، غنايم مع البداية، هجن ام الزبار تتقدم بهذا الأداء المميز ومبارك بن محمد بن صرير يتقدم الوحش مع البداية مع أول الأسماء. العنود تحاول ولكن غنايم مع الفوز، غنايم مع الصدارة، غنايم مع الانتصار، هجن ام الزبار مبارك بن محمد بن صرير من يقدم لنا غنايم. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الى دالي هجن ام الزبار ونهني مبارك بن محمد بن صرير مري ثاني الاسماء. دارنا اللي معاه